وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد خالد ياسين، رئيس قسم العمليات والملاحظة بإدارة الأرصاد الجوية وزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك معنا في هذه النشرة. وبداية، وكما تعلمون أن البحرين أولت اهتماما خاصا بالأرصاد الجوية، حيث تعتبر من الدول الغنية بالمعلومات الطقسية. حدثنا عن أهم إنجازات مملكة البحرين في هذا المجال. أهلا وسهلا فيكم، ومشكورين مقدما لإتاحة الفرصة أن إدارة الأرصاد الجوية تحتفل بها اليوم ونخليكم تشاركونا في هذا الحدث. طبعا تاريخ الأرصاد الجوية بمملكة البحرين حافل مواقف وإنجازات عظيمة عديدة، ولعل المعلومات الطقسية المسجلة في البحرين من 1902 خير دليل على أن اهتمام الحكومة كان خاص بكل ما يخص هذا المجال. كما أن وزارة المواصلات والاتصالات مستمرة في دعم هذا القطاع عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع التي تضمن ان اداره الارصاد الجويه تواكب باقي دول العالم من ناحيه الاجهزه، نقدر نقول الانظمه المتطوره، والتي طبعا بدورها تعزز جوده ودقه التنبؤات واصدار التحذيرات اللي تخدم عده قطاعات. اداره الارصاد الجويه، او خلينا نقول مملكه البحرين، انضمت الى المنظمه العالميه للارصاد الجويه المنبثقه من الامم المتحده في عام 1902. وطبعا نظرا للسمعه من 1908، ونظرا للسمعه الطيبه التي تحظى بها مملكه البحرين في المحافل الدوليه، قررت المنظمه العالميه للارصاد الجويه انها تنشئ مكتب اقليمي لدول غرب اسيا في 2004 في مملكه البحرين. ومؤخرا تم تغيير مسمى ومسؤوليات المكتب ليصبح مكتب المنظمه الاقليمي للمنطقه العربيه. ولا طبعا يخفى عليكم بان مملكه البحرين رئاسة الإقليم الثاني التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لفترتين متتاليتين من 2002 ل 2006 ومن 2006 إلى 2010. طبعا هاي موجز للبعض الإنجازات اللي كانت لها لمملكة البحرين في مجال الأرصاد. نعم، كيف يمكن كذلك لهذا القطاع الحيوي أن يخدم القطاعات الأخرى؟ طبعا خدمات الأرصاد الجوية اليوم لا تقتصر على حركة الطيران أو السفن أو مجرد معلومات عن أحوال الطاقة، بل نقدر نقول ان هي اصبحت من الاساسيات التي تدخل ضمن صنع القرار لمختلف القطاعات. طبعا ناهيك عن الدراسات والبحوث التي تعتمد على المعلومات والبيانات المناخيه. طبعا هناك تعاون وطيد بين اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات ومختلف الجهات والهيئات الحكوميه والخاصه، بالاضافه الى الجامعات والمدارس اللي كلها تستفيد من معلومات الطقس. نعم، السيد خالد ياسين، رئيس قسم العمليات والملاحظة بإدارة الأرصاد الجوية وزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.